المغرب ربما غادي يعاني في الايام القادمه. هادشي كلشي كيدق ناقص الخطر. ولكن قبل ما تسمع هادشي اللي جاي، الا كنتي اول مره كتدخل القناه، اشترك معنا، دير واحد الاعجاب، فعل داك الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. روسيا هي اكبر مصدر عالمي للقمح، حبسات التصدير ديالها حتى النهايه ديال يونيو بسبب تضرر ديال سلاسل الامداد والتوريد في البحر الاسود، وما غاديش تفورني على الدول الصديقه والحليفه ليها. اوكرانيا خامس مصدر عالمي للقمح، محصولها تلشح حيث نقص ب 35% بفعل التداعيات ديال الحرب اللي عندها مع روسيا. الهند هي ثاني اكبر منتج عالمي للقمح، البارح فرضت حظر شامل على التصدير بسبب الموجات ديال الحر اللي ضربت البلاد واللي اتلفت بزاف ديال المحاصيل. اسعار القمح غدا غادي ترتفع. حنا في المغرب كنستهلكوا 10.40 مليون طن ديال القمح، هاد العام وصل الانتاج ديالنا فقط 3.2 مليون طن، اي انه تراجع ب 69% بسبب الجفاف طبيعة الحال. المساحه المزروعه هاد العام وصلت 3.6 مليون هكتار، ويلا قدرنا ننتجو 17.6 مليون قنطار ديال القمح لين 7.5 مليون ديال قنطار ديال القمح الصلب و 6.9 مليون قنطار ديال الشعير، والاراضي المسقيه وصلت هاد العام 20% من الاجمالي ديال الانتاج. هادشي كامل شنو كاين؟ هادشي كلشي كيدق ناقص الخطر، وبالتالي المغرب ربما غادي يعاني في الايام القادمه من عدم التوفر على هاد الماده الحيويه. الا كنتي اول مره كتدخل القناه، اشترك معنا، دير واحد الاعجاب، فعل داك الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا.